شرف يا وفاد. تفضل احكي عم نسمع. الله يجزيك فضلك يا زعيم. صراحة هو من زمان فاتحك بسيرة، بس يعني مثل ما بتعرف حضرتك والظروف يلي مرت فيها الحارة بالفترة الماضية، بس انت لحالك منه هلا راسك هدي من عكاش ومشاكله، خليني فاتحك بالسيرة. تفضل. الله يزيد فضلك. بدنا بمعيتك ومعية الله نخطب لقابلنا فهد ونفرح فيه. شو عليه؟ جواز نص الدين؟ الله يبارك فيك. نحن صراحة ما شفنا أنسب ولا أغلى ولا أشرف من بنت أختي خاتون. أيوة خاتون. إيش عليها يا فهد؟ والله نحن بيحصلنا الشرف. سيس